هنتكلم عن حاجه مهمه جدا اسمها الايفنتس في النود، ودي حاجه من الحاجات اللي هي الخطيره جدا في النود، بالذات الناس بتتكلم على ان النود بيشتغل كله اسنكرونوس وحاجات بتبقى عامله كده ما فيش اسلوب ان حاجه تخلص في الحاجه الثانيه تخلص بعديها. لا، في موضوع اسمه الايفنتس، ودوت معناه ان انت عايز حاجه تخلص وما الحاجه اللي بعدها تبدا حاجه تخلص وتربط حاجات ورا بعضها، او بنستغلها حتى في حاجات عاديه جدا جدا جدا، زي مثلا اول ما تريد الفايل روح اعمل لي كذا، اول لما الداتا تجي لي في زي تريجر، اللي يعرف الداتابيز تريجر زي التريجر بالظبط، بس هنا في ايفنت في الكود يحصل حاجه معينه، اما الفانكشن مثلا اقرا الفايل بالكامل يبقى اعمل كذا، او لقيت في الفايل كذا اعمل كذا، بيفاير اول لما يحصل ايفنت معين. ازاي اعمل فانكشن بتشتغل اول ما يحصل ايفنت معين؟ هشيل الكلام ده وهقول مثلا اعمل مثلا ايفنت كده، ايفنت اكزامبل كده مثلا، تعالى نقوم الفكرة on، هشتغل حاجة اسمها on، دي بسيطة جدا، بما اننا لسه واخدين الفايلز ما عندناش مشكلة في الفايلز، بس انا هعمل ايه، هكريت او هقرا فايل، واول ما يتقري ابدا اعمل شغل معين. فانا مثلا عندي ار اس دوت، هختار طريقة اف اس اس اف اس دوت ريد، ريد مثلا string فايل جاي لي هيقراه، او كرييت وريد او اي حاجه، ماشي كرييت وريد ستريم مش مشكله عشان لو مش موجود، فتو كرييت وريد ستريم، قال اديني بس الباس بتاعي، دول ماشي الباس بتاعي نقطه سلاش كده طلع لي الفولدر اللي انا فيه، ومنه تقول اقرا لي مثلا بليز، دي طريقه ثانيه غير اللي هي اندرسكور زون دايركتري نيم يعني. ماشي، المفروض يقرا الفايل ده ويرجع النتيجه بتاعته في نتيجه var result بتساوي اللي هيقراه من الستريم ده، كلام جميل قوي. ممكن ببساطه اعمل ايه، اقول له rs الرس ده الريزلت دي دوت اون لما يحصل لها، واقوم احدد اسم الفانكشن، يعني مثلا لما يتقفل اعمل كذا، خد بالك لما يفتح اعمل كذا، لما الى اخره من الاعمال اللي ممكن اعملها، ماشي. فمثلا اون ايه، اقوم كاتب اسم الفانكشن اللي عايز اشتغل عليها، مثلا قال لي اهو في عندك حاجات ممكن تشتغل عليها زي كلوز زي درين، الحاجات دي هو بيحاول يساعدك، بس انا هقول له اون مثلا اوبن، اون اوبن ده حدث هيحصل على الفايل في الريزلت دي، اول ما يحصل اوبن اللي عايز تعمله سيادتك تعمل ايه بقى؟ تقوم جاي هنا عامل كول باك فانكشن، الفانكشن دي هتبقى ريليتد او اسم فانكشن او اي حاجه، الفانكشن دي هتفاير، هيبقى اللي هتكتبه جواها هنا ايه؟ هتفاير امتى؟ لما يحصل اوبن على الريزلت ده، لما يحصل اوبن على مين؟ على الريزلت دوت. فلو جيت هنا مثلا كتبت ايه؟ كونسول دوت لوج مثلا، وقمت كاتب ذا فايل اوبند، الملف اتفتح، يبقى الكلمه مش تتكتب ابدا غير لما يحصل حدث الاوبن على الايه، على الريزلت اللي جايه لي دي. طبعا دي فكره بس بسيطه اوضح لك فكره الايفنت يعني. لو حبينا نجرب ده هقول له ايفنتس واون دوت جي اس ورنتها، وتعالى على لوكال هوست 8080، قال الفايل اوبند، يعني رن اول ما الفايل حصل له ايه؟ حصل له اوبن. طبعا دي ده كان اكزامبل بس بسيط جدا على الفكره، خلاص ده كان اكزامبل بسيط على الفكره، لكن المفترض ان احنا بقى عشان تعرف تشتغل على الايفنتس، فاحنا المفروض يعني نجت الايفنتس، يعني نستدعي بقى الايفنتس ذات نفسها. اقول له ايفنتس واسميها برضو اسمها ايفنتس، انا عايز اعمل فايل تاني عشان ما ندخلش كله في بعضه، يعني هسميه ايفنت هاندلر، ودي طريقه تانيه غير الايفنت اون، الايفنت هاندلر قلت له ايفنتس، خلاص انا استدعيت الايه الايفنت، لان الايفنت هاندلر ده عايزين نعرفها في حاجه اسمها الايفنت مديول، ده استدعيناه ماشي مفيش مشكله خالص، ودوت
بتكريت فيه، بنعمل ثلاث حاجات، بنكريت فيه الايفنت اللي هنعمله، ونفاير الايفنت اللي احنا عايزينه، ونقعد مستمعين لغايه لما الايفنت يفاير، يعني نكريته ونقعد، ويقعد بقى هو يقعد عمال كده يعني عمال ينتظر الايفنت انه يحصل، وتقدر تفاير منه الايفنت اللي انت عايزه زي ما انت عايز، ودي بلت ان يعني بنتقل بس بناديها زي ما احنا شايفين كده. طيب كده انا عرفت الايفنت. في حاجه اسمها ايفنت ايميتر. الايفنت ايميتر ده بقى اللي بايه اللي احنا بنقول انه فانكشن اللي ترن، ماشي، انه فانكشن اللي ايه اللي ترن. خلينا نشوف يعني اما اعمل ايميت ارن فيرن. انا مش عايز اثبت نفسي بشويه حاجات جاهزه زي الاوبن وزي الريد وزي، انا عايز اعمل افكار خاصه بيا مثلا. فهو جاي عامل فانكشن مثلا اديها نيم مثلا var مثلا سميتها متغير سميته connected مثلا، انا connected ولا مش connected، وعملت فانكشن كده بسيطه جدا كل فكرتها ما بتعملش اي حاجه، ما انت طبعا ممكن تكون كاتب فيها كلام كتير وكلام جميل وكلام زي كده، وبتكونكت على الداتابيز مثلا او حاجه، وانا عايز اول ما يحصل كونكشن على الداتابيز ارد، ماشي، سميتها كونكتد، وكل اللي انا عايزه فيها مش عايز غير ان الكونسول يرد عليا في اللوج يقول لي now am connected to، حاليا انا متصل بالداتابيز مثلا. قد يكون هنا في كود بقى ما ناخد ان شاء الله الداتابيز وزي نربط بيها نكتب اللي احنا عايزينه، في فانكشن بتعمل عمليه ما، ما فيش مشكله خالص. بعد كده عندي حاجه اسمها ايفنت ايميتر. ايفنت ايميتر اعرف هنا هعرفه جلوبال كده ايفنت ايه ايميتر. ايفنت ايميتر مظبوط. ايفنت ايميتر ده مهم جدا، دي فانكشن عاديه ما فيش فيها اي شغل. يعني عايز اعمل حاجه اسمها اعمل فانكشن معينه على بتعمل حاجه حدث معين، حدث معين، فاقول له الايفنت ايميتر ده عايز يعمل حدث اسمه او هعمل حاجه اسمها اون، يعني لما يحصل حاجه حدث بقى اسمي الحدث اللي انا عايزه، كليك كونكت اي حاجه، فاقول له اون كونكت لما يحصل عمليه الايه الكونكت، اقول له لما يحصل كونكت اي ايفنت اسمه كونكت ايه اللي هيحصل، هتشغل لي الفانكشن اللي اسمها كونكتد. خد بالك يبقى في ايفنت، ايفنت نيم اسمه كونكت، الايفنت نيم هنا اسمه ايه، اسمه كونكت. الكونكتد ده فانكشن، الكونكتد ده اسمه بنسميه ايفنت هاندل، ده بنسميه احنا ايفنت هاندل يعني بيسموه كده ايفنت. الايفنت هاندلر ده فانكشن هتهندل ايفنت، هتشتغل مع ايفنت معين، خلاص كده. طيب ده بقى كونكت ده ايفنت، ده اسم ايفنت كده. الكونكت ده ايفنت، ماشي. الكونكت ده عباره عن ايه، عباره عن ايفنت عادي. فكده ربطت الايفنت بالايه، ب الايفنت هاندلر يعني الفانكشن اللي هتعالج الايفنت دوت، ومن الايفنت ايميتر ده انا اقدر افاير اشغل انادي على ايه، على ايفنت معين، انادي على ايه، على ايفنت معين. فكل اللي اقدر اعمله ان انا اقدر اقول له ايفنت ايفنت ايميتر هتعمل ايه، قلت له هقول له عايزك تفاير تيميت، تيميت يعني تفاير، عايزك تفاير او تنادي على تحاول تعمل الحدث اللي اسمه ايه كونكت. فلما يحاول يعمل الحدث اللي اسمه كونكت كده يقيمه الكونكت اوتوماتيك هايفاير مين، هايفاير الايفنت في اوتوماتيك، في اوتوماتيك الفانكشن ايه تقوم. دي كده ايه نقول تو فاير، تو فاير ان ايفنت، يعني تو فاير ان ايفنت كول ايميت، ننادي على مين؟ ايميت هي اللي بتشغل لنا الموضوع. فلو انا جيت سيفت بقى كده ونشوف الفانكشن بتاعتنا ديت بتاعت الايفنت هاندلر دي، مش تون رنيت كده، تعالى نقوم السيرفر الجميل بتاعنا
ماشي انا عملت ايه؟ ماشي سوري، هرجع هنا. قال لي ايه؟ ايفنت هاندلر في ايرور ام 2 مش عارف ايه 13 ليه 7. سوري، انا عرفت الايفنت، الايفنت ايميتر ريكواير الايفنت، لا مش ريكواير بقى خلاص، ما الايفنت سوري الايفنتس خلاص متعرفه صح، خلاص دي حاجه بالنسبه لي متعرفه، انا عايز بس اجيب منها حاجه اسمها ايفنت ايميتر، اجيب الايفنت ايميتر من جوه الايه، من جوه الايفنتس اللي احنا كريدناها، بس هو ضرب بسبب الموضوع. يعني الايفنت ايميتر بيتجاب من جوه مين؟ بيتجاب من جوه الايفنتس، ممكن اعرفه هنا ممكن اعرفه داخليا يعني. الايفنت ايميتر بيتجاب من الايفنتس دوت ايفنت ايميتر، خلاص فده الايميتر بتاع مين؟ بتاع الايفنت ذات نفسها. نرجع بقى كده ايه، نرن تاني واقول بالبراوزر است انتر. قال لي لسه قدامه بروبلم. ماشي 12 اللي مزعله، سميتها كونكت نو بروبلم، ما تفرقش يعني، بس انا هس هس. طيب كده في بروبلم، اللي كان نوت ري بروبرتي اون. فين اون دي؟ مش قادر يقرا الايفنت ايميتر دوت اون ليه؟ اندفايند الايفنت ايميتر اندفايند، هو المفروض مش اندفايند خلاص، هو انا استدعيت الايفنت مش عايزين ده خالص، قلت ريكواير الايفنتس، وبعد كده قلت له ايفنتس اللي موجوده دوت ايفنت ايميتر. ماشي، هو زعلان من اون لانه بيشوفها ان هو الايفنت ايميتر دوت. طيب انا قبل ما اطبع اطبع الايفنت ايميتر كده كونسول دوت لوج، هل هو شاف الايفنت ايميتر ولا الدنيا معاه عامله ازاي؟ يعني يطبع لي الاوبجكت ذات نفسه بتاع الايفنت ايميتر، شوف شكله عامل ازاي يعني قبل الايرور. انا قلت له قبل الايرور، هو ما طبعش برضه. هو ايه علق ولا ايه؟ احنا الفولدر بتاعنا المفروض احنا غيرنا الايرور، يعني في طباعه قبل. الطباعه هي جاب لي undefined، ده مش واخد بالي والله. الايفنت ايميتر ده طبع الاوبجكت بتاعنا undefined، يعني هو مش لاقي الايفنت ايميتر ذات نفسه، مش شايفه، فمعناها ان احنا عندنا كده غلطة في تعريفه. سو سوري، نيو اتمنى تكون هي نيو ايفنت ايفنت ايميتر، نشغل تاني سوري. ماشي بس انتر، ايوه بالظبط ده طبعا ايفنت ايميتر كده شافه اهو، دي الطباعة بتاعته، دومين نال الايفنت مش عارف ايه، الايفنت كاونت مش عارف ايه. المهم قال لي ناو اي ام ايه كونكتد تو داتا بيز، يعني فاير، يعني معلش سوري، يبقى احنا كنا غلطنا بايه؟ بس نيو ايفنت ايفنتس دوت ايفنت ايميتر، مش محتاجين بقى نطبع الاخ ده خالص. فكده اهو كنترول سي، يلا يلا ون ايه ايفنت هاندلر انتر، وتعالى ان ايه نقول تاني مش انتر بس. قال لي ناو اي ام كونكتد تو داتا بيز، يعني عمل فاير للايه؟ للكونكشن او للاسف للايفنت هاندلر المرتبط بال. والميزه طبعا اللي موجوده عندنا هنا لو الفانكشن دي بتقول اي حاجه مش هتشتغل غير لما، يعني مش هتشتغل الفانكشن دي الا لما او الفانكشن اللي احنا نعملها جوه، مثلا لو عملنا فانكشن ثانيه، اي فانكشن ثانيه مثلا تعالى نتخيل ان احنا عندنا فانكشن اسمها كلوز داتابيز مثلا او ديسكونكت، عملت فانكشن وطبعت فيها
disconnected from database مثلا يعني. كل اللي احنا عملناه بعد عملنا connect وكل حاجة هنادي على ال disconnected دي. نادي على ال function دي. ماشي؟ عمل يعني ال function دي هتشتغل وبعد كده هتشغل ال disconnected. طيب احنا وقت ال disconnected بالنسبة لنا ممكن يعني هتشتغل بعد ال connected، طبعا ممكن اربطها ب event handler وممكن اخلي event handler يشتغل عليها على طول. يعني مثلا ايه؟ اعمل كده ايفنت يعني، دي طريقه طبعا، واربطها بايفنت واعمل لها اون ثانيه وخلاص. او بنفس الطريقه اللي عملناها ما بين الكونكتد والكونكت دي، انا ممكن اقوم جاي قايل له لا، انا ممكن اقوم عامل كده، اقوم قايل له ايفنت ايميتر ده دوت اون، واقوم عامل الفانكشن بتاعت اسمها ايه؟ ديس كونكتد او ديس كونكت. اما يحصل لك الفانكشن اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها ديس كونكت، اشغل الايه ال الفانكشن بتاعتي دي من غير ما اسميها بقى ولا اي حاجه كده اهو، كوما، واقول له في الحاله دي شغل الكول باك فانكشن دي كده بالاسلوب ده كده. برضو ايفنت ايه اون ديسكونكت، شغل لي الايه لما يحصل ديسكونكت، شغل لي الفانكشن دي. لو جينا جربنا كمان الحدث ده ورنيت والنادي بس على السيرفر، قال لي ايه؟ ماشي 13. هو انا بيحاول ينادي على الفانكشن ديت، ما عرفش ينادي عليها، عشان انت طبعا لازم تنادي لها بايمت، يعني تنادي لها بايفنت ايميتر، مش هتنادي عليها كفانكشن. الاول كنا هنعملها فانكشن فكانت كان ينفع الكود، لكن المره دي احنا عشان مش هنعملها فانكشن، هننادي عليها بالايه؟ بالديسكونكت كده مباشر يعني. يعني ده اسف من جوه الايميتر يعني. لما جيت ارن كده قال لي اي ام كونكتد تو داتابيز، قال لي اي ام ديسكونكت فروم داتابيز. شفنا بس الايه بالمنظر ده، وشفنا شفنا بالمنظر ده نعمل اون لوحديها والايميت لوحديها كده كده لازم نعمل ايه؟ اون وايميت. دي كانت الايفنتس كده، درس كده عن الايفنتس ملخصا كده قدر الامكان. لكن انت ممكن تبص على موضوعات مهمه زي الليزنر. الليزنر طبعا مهم جدا في الايفنتس، انك تعمل بقى مستمع بقى او يحتفظ بقى الري من الايه، من انت عملت كام كول الايفنت فاير كام مره. قلنا في وانس، في ان هو يعني بقيت حاجه للليزنر مره واحده، في ريموف ليزنر، وفي ريموف اول ليزنرز لكل المستمعين، وست ماكس ليزنرز ممكن بعد عدد معين من الايفنت فاير اقول له لا خلاص، وست طبعا الماكس ليزنر ديت والليزنرز وابعت لها الايفنت، وفي الايميت طبعا وابعت لها اكتر من حاجه، ودي طبعا الليزنر كاونت، اعد كام ايفنت والنيو ليزنر والموف ليزنر والكلام ده كله. الليزنر يعني كلها بكل موضوعها برضو من الحاجات اللي هي المهمه في موضوع الايفنتس. ده كان كده كده ملخص للموضوع بتاع الايفنت او الايفنت لوب او الايفنت ايمتر زي ما بتسموه يعني.